والدفاق رح راجع كل الكتاب والاختبار سؤالين هي اللي تحدد مصيره. كنت احب انا المدرسة بس عشان كثر الاصحاب والواقع سجن مؤقت نظامه يستثيرك. اكره كتاب العربي ومع ذلك شاعر بارع، اوزن كلامي محتاج اعرف مبتدأ ومضارع. لما انا ذقت الطفرة ما استفدت منكم اي كورس، لما احتجت اصرف على البيت ما فادني في ثغور. التدريس اصبح وظيفة ما فيها اي ضمير الا من رحم ربي ولا الدشير كثير. طول الحصة قاعد يرضع في السناب في الواتساب، ولما طبت الوزارة قام شرح نص الكتاب. زاوية طالب نايم ضامن أم المستقبل، وطالب يبغى المعدل عشان حلم المستقبل، وطالب حاول يتعدل كره الماضي والمستقبل. قام استقبل المستقبل بس المستقبل استهبل. المستقبل كله تبدل، عيش حياة الكفاح، عيش التوك لايف. التوك لايف أساس النجاح، مبادئهم مضروبة والدراسة صارت كيس. مشي اليوم أرمي كم واجب واسحب على الخميس. خطط كل الكتاب وذاكر من جلدة لجلدة، جاي مرسم بس منسم ما عنده ما عن جدة. المشروع واضح صريح من بداية الثانوية، إما نسبة مئوية أو حياة إجرامية.